ولذلك اللي المكاسب هذه الإنسان سيأكل منها ويطعم زوجته أو هي تطعم زوجها أو يطعمون أولادهم ويلبسون منه ويسكنون فيه ويركبون السيارات، هذا لازم أن يكون من حلال صرف محض لا شبهة فيه. ولذلك القاعدة في باب الأموال الهروب عن المشتبهات فضلا عن المحرمات. هذه ما يسمى بالسجائر الإلكترونية، هذه أشياء يعني طرأت ومن النوازل، وقرأت يعني أنت لما سألتني قرأت فيها حقيقة، وجدت بأن العلماء يشيرون إلى عدم جوازها، وأن فيها غير الأذية للبدن للعينين وللأنف وللصدر، هناك أيضا فيها الغش والتغرير والخديعة وأكل المال بالباطل. ولذلك أختي الفاضلة احذري من التعاون على الإثم والعدوان، واحرصي على التعاون على البر والتقوى، فالله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والحمد لله أبواب الرزق كثيرة، السوق مليئة بأنواع وأشكال يعني المكاسب والحرف والصناعات والوظائف، فيبتعد الإنسان عما حرم الله جل وعلا.